في واحدة من أكبر الضربات الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، وزارة الداخلية تنجح في ضبط تشكيل عصابي قام بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس بالقاهرة. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابي بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات بمنطقة عين شمس، وتمكنهم من الوصول إلى مقبرة أثرية تحوي تابوتا فرعونيا، وشروعهم في البحث عن وسيلة لبيعه وتهريبه خارج البلاد. بمداهمة المكان، نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة في الوصول إلى مكان التنقيب والحفر رغم محاولات إخفائه من قبل عناصر التشكيل العصابي، وكشفت عن وجود مقبرة أثرية بداخلها تابوت جرانيت ضخم يصل طوله إلى 3 أمتار وعليه نقوش فرعونية، كما تم العثور على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة في التنقيب والحفر. عناصر التشكيل الثمانية اعترفوا بارتكاب الواقعة وتوزيع الأدوار فيما بينهم ما بين حفر وتنقيب وإخفاء وتسويق الآثار. ساعدتهم كتكنيكال أو كفنيات يعني. كل واحد ليه مهم، أنا كانت مهمتي إن أنا أأمن الدنيا بره يعني من ناحية الأهالي وكده، وإن أنا حضرتك أثناء التسويق يعني إن أنا برضو أسوق يعني لو. ويستمر تصدي أجهزة وزارة الداخلية لكل مغامر يحاول العبث بتراث مصر الإنساني والحضاري الذي يحكي عظمة المصريين على مر العصور.